أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. تمكنت الغواصة التي حملت على متنها 3 باحثين من تسجيل رقم قياسي وطني بالهبوط لعمق يزيد عن 10,000 متر في الخندق، حيث وصلت الغواصة إلى أعمق نقطة معروفة في الخندق والتي تسمى بتشالنجر ديب، ويعتبر خندق مارينا أعمق خندق في المحيطات، ويزيد عمقه عن ارتفاع قمة جبل إيفرست، ويبلغ طوله 2250 كيلومتراً، ويبلغ ضغط الماء في قاع الخندق 8 أطنان لكل بوصة مربعة، أي نحو 1000 مرة من الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر. ومع ذلك فقد وجد العلماء أن مياه الخندق المظلمة المتجمدة تعج بالحياة. بتطبيق عبر الهاتف الذكي وسجادة ذكية مجهزة تقنياً، بات تعليم الأطفال والمسلمين الجدد كيفية أداء الصلاة أمراً سهلاً ويسيراً. هذا التطبيق المسمى سجدة اخترعه المبرمج والمهندس القطري عبد الرحمن خميس، المعروف بابتكار وتطوير العديد من التطبيقات والبرامج، ولكن اختراعه الأخير كان الأول من نوعه في العالم. وتساعد السجادة الذكية المسلمين على تعلم الصلوات وتصحيح المواقف وحفظ القرآن ومعالجة الأخطاء إذا وقعت بالصوت والصورة وبلغات مختلفة، ويمكن للمستخدم اختيار نوع الصلاة وسور القرآن. هذا وحصل هذا الاختراع على المركز 3 في مسابقة برنامج نجم العلوم. حظيت طالبة الثانوية العامة التركية لارا أوزغان ابنة 16 ربيعاً بشهرة واسعة بعد وصول كتاب علمي قامت بتأليفه إلى مرتبة الأكثر مبيعاً على منصة أمازون التجارية. وتعيش أوزغان في ولاية نيوجيرسي الأمريكية مع والديها وشقيقيها، وأصبح كتابها RNA Sequencing الذي استغرق تأليفه 2 عامين عن العلاقة بين السرطان والسمنة من أكثر 5 كتب مبيعاً على أمازون. وأوزغان عضو في فريق أبحاث السرطان في عدة مختبرات بحثية في أمريكا. انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم فعاليات معرض صنع في السودان للصناعات اليدوية والتقليدية المحلية، ينتجها 320 شاباً عبر مشاريع صغيرة خاصة. ويقدم الشبان المشاركون في المعرض منتجات مشاريعهم الخاصة على أرض الواقع لأول مرة بعد سنوات من عرضها على منصات التواصل الاجتماعي. ويهدف المعرض إلى التعريف بالصناعات الوطنية المحلية بجانب إبراز قدرات البلاد الصناعية. ويضم المعرض نحو 1000 منتج متنوع، أبرزها الحلي النسائية ومنتجات الخرز والأثاث المنزلي والأحذية والحقائب الجلدية يدوية الصنع والمنسوجات، فضلاً عن أدوات الزينة والديكورات. أطلقت الصين مركبة فضائية إلى القمر لجمع عينات من الصخور القمرية، وارتفعت المركبة لونغ مارتش 5 التابعة لمهمة استكشاف القمر فوق منصة الإطلاق في موقع الإطلاق الفضائي. وتعد هذه الرحلة إحدى أكثر المهام الفضائية تعقيداً في البلاد. وستكون الصين الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي التي تقوم بهبوط ناجح على سطح القمر.
يساهم المواطن التركي محمد كليتش طوعاً في الحفريات الأثرية الجارية في أرضه بعد اكتشافه كنيسة تاريخية فيها تعود للقرن السادس للميلاد بولاية هاتاي جنوب البلاد. ويشعر كليتش المتقاعد والأب لثلاثة أطفال بالسعادة لاكتشافه الكنيسة التاريخية قبل أعوام عديدة أثناء حفر أرضه لزراعة أشجار البرتقال ولتطوعه في أعمال التنقيب. وتوصلت فرق الحفريات إلى لوحات فسيفسائية وأشكال حيوانية منحوتة ومقابر حجرية وبقايا عظام، إضافة لآثار الكنيسة. جمع الزوجان التركيان عثمان وهوليا أتشيكوز نحو 42 ألف كتاب خلال أكثر من 40 عاماً ليحولا منزلهما إلى مكتبة يستفيد منها الطلاب في ولاية سكاريا غربي تركيا. ويعمل الثنائي المولعان بالمطالعة معلمين في المدرسة الابتدائية، وأصبحت غرف بيتهما الواقع في قضاء أدا بازار بالولاية بمثابة مكتبة توفر خدمة للطلاب، واضطرا لتغيير منزلهما 5 مرات نتيجة تراكم الكتب المجتمعة وتزايد عددها مع الوقت. تحولت هواية التركي كمال الدين نام أوغلو بصناعة منازل خشبية صغيرة للأطفال إلى تجارة تدر له أرباحاً بعد رواجها في البلاد. يقطن نام أوغلو البالغ من العمر 65 عاماً بولاية سيواس وسط البلاد، وبعد تقاعده لجأ إلى صناعة منازل خشبية صغيرة لأحفاده، ليتحول الأمر بعد ذلك إلى تجارة رابحة. ووضع الحرفي التركي منازله الخشبية على جانب الطريق الرئيسي الواصل بين ولايتي سيواس وقيصر المجاورة، حيث لاقت هذه المنازل الجميلة اهتماماً كبيراً من المسافرين. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. تحولت منطقة مضيق جناب قلعة غربية تركيا، والتي شهدت واحدة من أعنف الحروب البرية والبحرية خلال الحرب العالمية الأولى، تحولت إلى واحدة من أهم مراكز الغوص في العالم لما تحتويه من سفن غارقة وثروات طبيعية. المضيق الذي يعرف أيضا باسم مضيق الدردنيل يربط بين بحري مرمرة وإيجا، ويقع في منطقة ذات إطلالة جميلة وتحوي نصب شهداء معركة جناق قلعة التاريخية إبان الحرب العالمية الأولى. إسماعيل قاجدمير المشرف العام على مواقع حرب جناق قلعة التاريخية قال إن هناك العديد من حطام السفن المتبقية في قاع المضيق من فترة حروب جناق قلعة والعمليات العسكرية التي حصلت في أوقات مختلفة عبر التاريخ للسيطرة على منطقة المضيق. وأضاف قاجدمير: لقد اتخذنا خطوات مهمة لفتح هذه المنطقة أمام الأنشطة الرياضية واستكشاف إمكاناتها السياحية. هذا ولفت أن عدداً كبيراً من محبي الغوص حول العالم يتوقون لممارسة هذه الرياضة في منطقة مضيق جناق قلعة الذي يزخر بالسفن الغارقة خلال فترات زمنية مختلفة.
Thank you.
السلام عليكم. اليوم بدنا نحكي عن اضطراب الهلع أو نوبات الهلع. البعض يشعر فجأة بدون أي سبب، قد يكون شخص عم يشارك بحديث أو أثناء عمله أو حتى بالطريق يشعر بأنه تسرع بنبضات القلب والتنفس مترافقة بخوف شديد أنه ممكن يموت أو ممكن يصير له شيء. عادة المريض حالة الهلع الشديد تدفعه للذهاب بسرعة إلى المشفى، طبعا بعد ما يتم فحصه أنه ما في شيء من الناحية القلبية. غالبا أنه المريض بهالحالة يكون مصاب باضطراب الهلع، أو قد أحيانا هي إذا كانت نوبة واحدة نعتبرها قد تحدث مع الجميع، لكن تكررها لمرتين صار اضطراب ويجب العلاج. عادة نوبات الهلع ليست خطيرة، المريض يعتقد أنه راح يموت أو راح يصل شيء، وحقيقة ما في شيء من هذا القبيل، هي لها أسباب نفسية وتعالج نفسيا. يعني المريض عادة مرض للأسف الشديد في بعض المرضى أنه قد يصل إلى أنه يجري قطرة قلبية. أنا شفت حالات من الشباب وصل إلى درجة أنه يعمل قطرة قلبية بسبب نوبات الهلع. يعني حتى المريض يتجنب هاي السلسلة الطويلة من الفحوصات والإرباك الشديد اللي بتسبب النوبة على حياته، يجب عليه التوجه فورا إلى الطبيب النفسي، لأنه الكثير من المرضى هذه النوبات تسبب له إعاقة، هو دائما خايف أنه النوبة تصير له بالطريق أو بأي مكان، فعادة هو بيصير مو قادر يروح على أي مكان إلا يكون عنده مرافق من الأصدقاء والأهل. ففينا نتخيل قديش مستوى الإعاقة اللي راح تسبب لها نوبات الهلع. أنا أرجع أطمن الأهل، أو هي عادة تصيب الشباب حقيقة يعني، وأحيانا حتى لدى الأطفال أو الكبار بالسن، بس عمليا مجرد أنه حدا شي مرة حس بهذا الموضوع وبعد ما أجرى فحوصات وأكدوا له أطباء القلبية أنه ما في شيء قلبي عنده عضوي، العلاج أحيانا أسهل ما يكون بالنسبة للمرضى، أحيانا بدون دواء، مجرد تدريبات سلوكية كافية للتخلص من نوبة الهلع. لأنه عدم علاج نوبة الهلع سوف يسبب عطالة بحياة المريض، وغالبا ما يقود إلى الاكتئاب. غالبا ما يحضر عنا المريض على العيادة يكون بعد شهور من المعاناة، ودخل أحيانا باكتئاب وأدى إلى مثلا تأثيرات سلبية على حياته وعلى عمله. أحيانا شخص يلزم بيته بسبب هذه النوبة، بسبب الخوف منه تحدث له بمكان، ودائما المرضى يحاولوا يختاروا سكنهم قريب من المشافي، لأنه دائما يعتقد أنه هذه النوبة ممكن تصير، فبالتالي هو سوف يحتاج المشفى بأي لحظة، بدون أن يعرف أنه هذه الحالة هي نوبات الهلع أو البنك أتاك، هي حالة أحد اضطرابات القلق القابلة للعلاج، وممكن يتخلص منها بشكل نهائي خلال أسابيع قليلة من خلال مراجعته للطبيب النفسي.